ازاي يعني تقولوا ايه للشباب اللي بيسمعوكوا بيدخلوا يكشفوا لكم مواهبهم، ازاي يقدروا يمشوا كويس وينجحوا حتى لو الظروف صعبة يعني في التوقيت اللي احنا فيه؟ هتكلم من وجهة نظري. يعني انا يمكن من اول يوم لحد النهاردة انا اللي بشتغل بنفسي على كل حاجة، انا اللي بنتج لنفسي كل اغنية، انا ومش انا لوحدي بصراحة، يعني انا ومجموعة ناس حواليا والفانز بتوعي، يعني الفانز بتوعي اكيد مين عنده نفس الموضوع، بيبقى اكبر داعم لينا في كل حاجة احنا بنعملها. اللي انا عايزة اقوله ان اللي عايز حاجة بيوصل لها، كل ما الانسان يتعب اعمل كل اللي تقدر عليه علشان توصل اللي انت عايزه، واكيد ربنا يكافئك في الاخر ان انت توصل للهدف بتاعك. تمام. مره كنت ماشي امبارح ففي حد شافني، ف مينا وازيك وبتاع، سلم عليا، الراجل كان بيشوفني بيتفرج عليا، فقال لي هو انت قدمت عادي ولا كان في كوسه وبتاع؟ قلت له يا معلم انا دخلت في الكاستنج، قدمت، اسمك ايه، اسمي كذا، موهبتك مش عارف ايه، بتعمل ايه، اتفضل غني، برافو، اطلع، امضي ورقه، عادي جدا الموضوع مشي، لان انا ربنا كان كاتب لي ان انا في اليوم ده انا اتقبل في ستار اكاديمي. وانا كان نفسي، انا بقالي مثلا بغني من وانا عندي 7 8 سنين في المدرسه وبتاع، وكتير جدا ناس احبطتني، قالت لي انسى، مفيش، مش هتتشهر ومش هتوصل ومش هتعمل، بس انا فضلت ورا حلمي لحد ما ربنا كرمني. اصرار اصرار على موهبتي دي، ان انا عندي حاجه عايز اقدمها، عايز الناس كلها تسمع صوتي، لحد ما ربنا كرمني. ايه لما بتخرج العمليه تبقى اصعب. بالظبط. طبعا تكمل وتستمر بالزبط. خاصه يعني الجمهور اللي قدرت تعمله، خاصه في ظل ان احنا بقينا عندنا تقريبا في ظل افتقاد شبه كامل للانتاج. شبه كامل. ايوه استنى يمين، اديني فرصتي. يعني ما بقاش في دعم للفن وللموهبه زي زمان بصراحه نهائي خالص. طيب انت كده احنا هنتكلم في موضوع يمكن قفلتيه، بس يعني احنا محتاجين برضو نفتحه والناس تعرف القصه كامله. ده يمكن في ناس حاولوا يقفوا معاكي، وكانت في شركه انتاج حصل مشاكل بينك وبينهم، عامله ايه دلوقتي؟ انا كويسه الحمد لله، زي ما انتم شايفيني موجوده وعندي البرنامج بتاعي شغال، وبنزل وبشتغل وبعمل كل حاجه. لا توقفت ولا تحولت لمجلس تاديب، ونقابتي معايا ورايا، يمكن نزل تصريح اكتر من مره من الفنان مصطفى كامل اعلن ان مفيش حاجه اسمها ايقاف، كذلك برضو الفنان ايمان البحر درويش اتكلمت معاه اكتر مره، مفيش حاجه اسمها كده يا رنا، مفيش الكلام ده، مش حقيقي بالمره. انا مضيت مع شركه انتاج، كنت متوقعه ان هي هتساعدني في مشواري وهتقف جنبي وهتشجعني ان انا اقدر اكمل. ما حصلش، طلبت ان انا افسخ العقد وديا، ما حصلش، لجأت للقضاء زي اي حد في الدنيا طبيعي ان هو هيعمل. انا من الناس اللي ما بتستسلمش، يعني انا عايزه حاجه هوصل لها، فكل المحاولات اللي بتحصل لتشويه صورتي وكل المحاولات اللي بتحصل علشان اقف وبطل وان انا ما اقدرش اكمل لوحدي او ان انا اتكسر، ده مش هيأثر فيا خالص. القضيه شغاله عادي جدا قانونا، انا ماشيه بالاجراءات القانونيه اللازمه، وكذلك الطرف الاخر، ولسه ما فيش اي حكم. يعني يا ترى في حددت من الوسط ولا من بره الوسط؟ والله يعني هو لا، انا بتكلم عن الطرف الاخر، الحد اللي انا كنت ماضيه معايا كانتاج وحصل بينا خلاف، وتوصل الخلاف في الاخر لان بقى في ساحات القضاء. هو ده اللي مش سايبني في حالي بصراحه، سايبني في حالي بقى. ده علمك حاجه خلاك تنتجي لنفسك؟ انا بنتج لنفسي من اول يوم، يعني انا من اول ما خرجت من ستار اكاديمي لحد النهارده، وانا قلت مش هستنى واقعد واستنى لما حد يجي يقول لي ينتج لي او لا، انا هسعى بنفسي وهشتغل على نفسي لحد ما اوصل اللي انا عايزاه، او الاقي الحد المناسب اللي يقدر يكمل معايا ويكون عايز يشتغل بجد، او ما لقيتش وكملت انا مع نفسي بقى. تمام. طيب رنا، في ناس تقيمي نفسك ازاي؟ خليني اقول انا الحمد لله رب العالمين راضيه جدا عن اللي انا وصلت له دلوقتي. انا بقالي سنه وشهور قليله جدا عملت 5 اغاني سينجل، والخمسه هي اللي جايه دلوقتي، وعملت اكتر من برنامج تقديمي، فانا وصلت لمرحله الحمد لله رب العالمين، يمكن ناس كتير بقاله اقدم مني ما وصلوا لهاش. الحمد لله عندي قاعده جماهيريه كويسه، انا راضيه عنها جدا، وهكمل وهشتغل على نفسي لحد ما اكبر كل ده ان شاء الله.